مرعب النهاردة هنلعب لعبة الخنزير المرعب النهاردة. يعني اشتركوا على القناة يعني اعملوا لايك يعني ودي اول ما لي العب لما لي يا ايوه مش بهزر يعني بهزر ليه يعني اهزر ليه اسالوني اهزر ليه بصوا يا شباب كل حاجة سهلة والله قبل ما نبدا واعملوا لايك وتعالوا زر الجرس وخنزيرك بيخوف بصراحة من كده اتخضيت اتخضيت خدوا اسمي ايه ده؟ مين ده؟ ادم. ايه اللي جابك؟ انا كنت انزل معاك عشان اجيبك يا عم انا كنت عايز العب فيك وانت قلتني وانت قلتني طب ايه من اللي جابك؟ انا لما دخلت على طول لقيتك. ايه اللي جابك هنا يا اسطى؟ ايه اللي جابك هنا؟ اسالني ايه ده؟ انا ادم مش كنت عارف ان انت تلعب معايا وتنزل ورايا وكده. تعالى ده بقى عاوزين من الخنزير ماشي؟ ماشي خنزير بيخلص الساعة 9 طب الساعة 9 ايه يا ابني؟ قول لهم اعملوا لايك مالك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا متابعة. انا نفسي انا يا عم سيبته هنا بقى وقلت بقى ادخل جنبه وامشي كده زي انا لوحدي وكده. لا والله واجي لوحدي وكده يا انت الكلب يا الخنزير طلع بسرعة الخنزير وراك الخنزير وراك هنا بسرعة تعالى ورايا خلي بالك من الخنزير ده قرد سوس خفيف شفته ده طلع مهارك ده صعب اصلا عليا هنا كلنا هنا ايه ده؟ الخزنة محطوطة الخزنة انا كنت احمد مش الطبخة اخد الطبخ ممكن يفيدني بأي حاجة يا جدعان المفتاح الأحمر يا عم سيبه يا عم ليه فايدة دلوقتي خلاص بعد ايه؟ وانت رحت فين؟ انا مشيت يا عم انا الراجل اللي متخلف في اللعبه ده هو ورايا بسرعة اجري بسرعة اجري يا لهوي عادل اتفضل يا مش ادم شجعني انا عاوز اكسب واخد حقك ماشي؟ ماشي يا رب تاخد حقي بس انزل الاب بدي فتحته هربت يا ادم خطيك حق من المهرج يا ادم هشوف بقى القصة يا ادم القصة خلاص يا ادم خلصت يا ادم الحمد لله انا اول مرة ليا اكسب في لعبة الخنزير المرة اول مرة ليا خدت حقي ازاي كسبت مات كسبت ومات لا هشوف بقى القصة نسمع انا بصراحة مش بفهم انجليزي الترجمة انتوا مش بفهم انا بصراحة اسمي ادم كلام مكان ادم مكان كلام تاني عشان هو بفكر انجليزي ولا حد بفكر انجليزي اصلا ده اعمل لايك يا جدعان ايه ده؟ هو هيقتلني وهيقتل مين؟ لا فكرت هيقتل بدي عملت نفس الحاجة ده بيجي طيب ده بيجي هيساعدني ايوه الاتنين دول طيبين انا عارف اصلا الله عليك احنا بس يعني عشان ننزل الجيم اللي بعده يلا ايه ده وديتونا فين ربنا يسامحكم في بردين هطلع من هنا روح عند الاول بس افوت على القدام اللي فوت تدخل فوت انا فوت هنزل بسرعه وراك انزل نزلت وراك فوت هنا كمان المهرج لا يا لهوي لا احنا ندخل جنة جدا واحنا هو بيجي هو خنزير صغير نزلنا بقى نشوف جوه ايه ده يا لو كنت هو نفس الباب احنا عاوزين يا جدعان ننزل باب جديد احنا لسه مش دخلناه هو احسن انا مش لحقت افوت ديني بالي انا كنت لحقت افوت كان زماننا نزلنا الجيم اللي احنا عاوزينه يا جدعان فوتت دلوقتي اهو فوتت ايه انا بدات الجيم اهو يعني قصدي عمي عاوزين ما نكسب ادم لو لقيت اي حاجه على طول امسك عشان احنا لسه بادئين ولا كانوا عايزين بياخدوا الحاجات كده انا بسرعه اخد اي حاجه قبل ما حد ياخده او اي واحد جاي مش ذكي وهو فاهم وهو مش فاهم اللعبه يا اخي مفتاح الازرق
انا عاوزه كده اخده. خد يا قلم، تعالى تعالى قلم، تعالى ورايا. المفتاح الاخضر، خده المفتاح الاخضر اهو. طب مش كنت هو الريبون؟ المفتاح الاخضر جيبه، جيب. طب المفتاح الاخضر يا زكي اهو، تعالى بقى عشان بقى نروح هنا. تعالى خد المفتاح الاخضر. خدت الاخضر اهو، اهو الباب بتاعه، اهو الباب، اهو الباب يحول اهو. خد بقى المفتاح، خد بقى الخشبه، خد الخشب. المفتاح الاحمر لا، الخشبه، الخشبه بس. تعالى بقى ورايا. المفتاح الاحمر انا عايز اخده. لا الخشب، خد الخشبه يا انا خدتها. لا هي 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 الخشبه دي. هو ايه اللي قدامي؟ هي دي بس. تعالى بقى ورايا، تعالى ورايا. الخشبه دي هتتحط فين؟ تعالى ورايا، تعالى يا ابني ورايا. عمالك تطلع على ورايا، تعالى ورايا. هتدخل هنا ولو فين احط الخشبه. خد المفك، ماشي خد المفك، خد المفك، يلا خد، حط الخشبه. قرب قرب هنا، لا قرب قرب، حط المفك بس. خد بقى، خد خد بسرعه المفك، خد المفك. المفتاح الاصفر، المفتاح الاصفر خده. اخدته بس. تعالى بقى ورايا، تعالى ورايا بقى. خد انا، انا ايه ده معايا المفتاح الاصفر؟ انا انا عاوز افتح البتاع. طب ايه انت دلوقتي معاك دلوقتي المفتاح ايه؟ اهو بيجي اهو. ده واقف يا جدعان، اوعى تقرب منه. ده هنا ايه بقى؟ المفتاح النفسي دي. اروح اجيب المفتاح ايه ده؟ هنا ايه؟ بيجي السحر. المسدس، لا ده هو ده المسدس الرصاص. احنا دلوقتي يلا تعالى ورايا، تعالى ورايا، تعالى. لا تعالى ورايا، تعالى ده سيبه عشان انا لازم اروح عند حته ثانيه. تعالى خايف عليك تموت ان شاء الله. وهنا بقى مش تعرف من الناس. احنا انا كده بنكسب يا ادم. اختر المهم دي، قربنا نهرب يا ادم، قربنا نهرب، خلي بالك. قربنا نهرب. لو عرفت، لو الباب اتفتح ولينا سدوس هيكون ده ماس. قربنا نهرب. لا انا ابعد، انا امشي امشي انت، امشي انت، امشي. انا ادم هتصرف، امشي انت يا ادم، امشي امشي. اعرف اي حته. هساعدك، هساعدك يا عم. قلت لي يا عم ده الخنزير قدامك. وكنت شايف ان هو خنزير. تعالى يا عم عادي يا عم، انا يا عم انا يا عم ههرب يا عم، وتبقى تهرب معايا اي مره يا اخي. انت بتضيع فرصتنا. الله عليا. لا هو اصلا عند المكان اللي انا مت فيه، المكان اللي مت فيه اللي عند الزئ. هدور عليه، محاول ادور على اي حاجه، احاول اضرب على اي حاجه تفيدني تفيدني. انا اللي حطيت الخشبه دي. المفتاح الاصفر اللي لقيته الحمد لله، خلاص جوزك مش عاوزني اهو. ايه؟ لا يا ابني، انا يا ابني انا بقول لك المفتاح الاصفر لقيته، مش انا دلوقتي مش عاوز، مش عاوزه، مش عاوز ايه المفتاح اسمه ايه ده، الكارت قصدي، الكارت. انا ودي مش عاوز الكارت، مش عاوز. ايه لو لقيت الساكوس احمد يعني، لو لقيته
حظي حلو. عشان انا لما قربت اهرب يعني قربنا نهرب. ايه ده؟ لا ايه ده اصلا العصايه بتاعه دي بتاعه الضرب ده؟ والله انا رايح يا ادم نروح هنا وحتى هيطلع لي بقى هذا نايس اكون ساقمة يا عم. يا عم جيب جنيه، يا عم جيب جنيه بعد يا بنت. انت يا بنت بقربي منه. خليه هنهرب وين هون وين هون يا عم. اهو انا واقف قاعد ببلبل سكة عالي يا بوتي. تعالي يا بوتي. هو عامل نفسه مش بيجي طيب. مش بيجي بالطيب يا ابني. هو عامل نفسه بيجي طيب. لا يا عم هو بيجي سريع باني اصلا مش ذاكره. لا هو مش عامل جلة، هو اصلا من زمان اصلا عاوز يمسكنا يا زكي. هو هو واقف هنا عشان بقى عشان بقى نهرب يا زكي. بنت قربي منه انا مش هعرف. انا مانو بنت بقى. يا مايك انت بقى هرب. يس الو هرب اخيرا مرة تانية. دي شفتها عرفت يا هراوي. خذ البت والبنت. دب قصدي 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 لا ده يا عم ده عنده بيجي يا عم الخنزير عادي يا عم. قول بيجي قول اي حاجه يا ادم. يا احنا عايزين نكسب عشان نخلص نلعب جيم اللي بعد وعايزك المره دي تكسب معايا. طلع كسبنا عادي كسبنا. هي لعبتي احنا اللي كسبنا في الاخر. طيب بس اتنين بس كسبوا اتنين. انا والبت. هو ده من الباب اللي من بيجي. هو ده من الباب من بيجي يعني. ده من بيجي ده اجري منه على طول ماشي. ايوه اتنين اسمه لو لقيت شك وحسيت على بيجي اجري منه. ايوه لو لقيت اي واحد في لسه بهنا وعامل اكتر هنا في اصل انا مش ما عاوزين نجربها بقى يا جماعه. يا سلام دي بابي انا عاوزها اخيرا بقى. اخيرا انا انزل المهارة. اسكت يا عم خد الكلمة. ما المفروض انا اشكر انت اختار دي. لا اختار اللي فوق. اختار اللي دي كان نفسي اختار اللي تحت. كان عشان بس عشان اصل عشان بقى لو انا كنت معايا السكينه يعني دي كده جبت من كل شوف انا واحد عايز برعنا. شوف من مين هو البيكي البيت البيت اللي متت اللي هي اخر واحده. هي بيكي. انا وانت مسكينين اهو برعنا. ايه ده؟ ده في هنا عربيه شرطه. احنا عايزين نكسب ماشي بقى هو نشوف ايه اللي يحصل بالاخر. قلت مين ده حصل؟ خنزير خنزير ضربنا. عايز دلوقتي انزل بقى افتح الباب على طول. افتح الباب لو اي حاجه خدها بسرعه قبل ما حد ياخدها ماشي. عشان ايه عيل بردين بقى هو بيقول لي هياخدوا الحاجات بقى وجرها. المفروض احنا نسجل ايده الحمد لله. خدوا لو قلت لو انت ايه دايما افتح خدوا ماشي. مش في ماما في الأوضة. في الأوضة في الأوضة روح عندها ماما. ماشي ماما. ايه ماما ايه؟ روح للأوضة روح للأوضة روح للأوضة اللي انت كنت بتقول. بجي ماما بجي قطعني. ما تكسب انا ماشي. بجي قطعني انا يعني ما اشوفك ماشي. اكسب يلا اكسب. طب انا بحاول تكسب ماشي. هفرق عليك دلوقتي. يا حاجة تكسب يا اوف
حاول تكسب يا أبو. أنا دخلت غرفة بيجي كده. أنا طلع السلم ده ليه؟ ده بيجي مش شافني يا ماما. بيجي أنا حد بيجي سيدي بيخوف صح؟ ده بيجي ده المحترف ساكني. ده محترف يا أخي. هلاتني بسرعة بيجي دي هي تعمل حاجة. يا بلوعة ايه المفتاح مش لاقي ايه في بقى ايه يا سوس انت انت قفلت الباب على وشها. يا لهوي قال لي عم قال لي مش عم قال لي عمي. حطيت يا ماما ضرب يا ماما. يا لهوي والله ده انت يا بيجي مش محترم. بيجي مش محترم. فين ده؟ ده واد ابني ساب وساب البيجي. بيجي ساب اللي يسيب البيجي وطلعني. لا لك يعني خليك سبت نوم عشان بيجي لنا من غير ما يجي معاك غير ما كنت اوف ده شمس شافني. ده انت قديم مرينة مستوى واحد حتى والخصم مش لاقيه وسنوه لحاجة. زعلت لما لا زعلت لا زعلت ثم في البيجي البارد ده يكسب في الاخر. يلا بقى دي خلاص يعني خلف معكم اليوتيوب وانتوا لسه. سلام بس. باي 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 باي. هناخد بقى حقنا من الوقت. خلاص يا عم البيجي خلاص يا عم الوقت خلص يا عم الوقت خلص.